مجرد ما شفت سؤال الحلقة كده توترت، لأن من الناس المواعيد عندها خط أحمر أيا كان الميعاد ده بتاع إيه. حتى لو كان ميعاد قهوة مثلا، متفق مع أصحابي إن إحنا ننزل نقعد على القهوة، فالميعاد ده خط أحمر، اتفقنا الساعة 9، الساعة 8 ونص، الساعة 8 ممكن تلاقيني موجود على القهوة، مش ميعاد شغل مثلا أو التزام رايحين مشوار أو سفر أو كده، لأ. يعني حتى لو كانت حاجة بسيطة، ففي المواعيد بالنسبة لي دي مقدسة. سؤالنا بيقول هل أنت ملتزم في مواعيدك ولا لأ، أو إزاي بتتعامل مع اللي بيتأخر عليك دايما في المواعيد؟ صباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي. إلى حد كبير ملتزمة بالمواعيد، لكن المشكلة في التعامل مع الناس اللي مش هتلتزم. أنت عندك ميعاد مع واحد أنت عارف إن هو ما بيجيش في ميعاده، بقيت احاول اتاكد قبل ما انزل ان هم نزلوا، وانه الاول اصلا تتاكد ان هو فاكر الميعاد، وبعدين يعني تتاكد ان هو هيلتزم بالميعاد. حتى في احيانا كتير تكون مواعيد شغل والناس تيجي متاخره ساعه او ساعتين، واعتقد ان ده بيحصل نتيجه انه بنبقى حاطين مواعيد كتير جدا في اليوم، عندنا تفاؤل كده انه اليوم هياخد كل المواعيد دي، لكن اللي بيحصل في الاخر انك بتتاخر على كل المواعيد، فدي بتبقى مشكله. وفي ناس عندها الموضوع ثقافة وراثة كده، هو مولود بيتأخر على مواعيد، يعني هيروح متأخر هيروح متأخر. وناس تانية تلاقيها بقى عندها النزعة الاجتماعية عالية شوية، فبياخد وقت كبير قوي في الرد على الرسائل وعلى التليفونات، فده برضو بيأخره على المواعيد. ده اضطراب ده، يعني مش عارفة اضطراب ولا روقان زيادة عن اللزوم. مش روقان زيادة عن اللزوم، هو بيبقى هو عايز يعني يتكلم مع الناس، يعني عايز ياخد ويدي في الكلام، ومش قادر يدرك قوي هو عنده ايه في بقيه يومه، فبيأخر عن الناس، مش قادر يظبط مواعيده. مش قادر يظبط مواعيد يومه بالظبط. فكل حاجه بتضرب معاه. اي ما بقولك بيبقى عندهم حته تفاؤل كده انه ايه اليوم طويل واليوم هيكفي وهنعمل كل الحاجات، وتلاقيه طول الوقت بيجري ومش بيلحق برده ولا معاد. وانا بشوفه يعني برود زايد عن اللزوم، يعني ان انا يبقى عندي ميعاد، وانا مثلا عندي ميعاد الساعه 8 وانا الساعه 7 ونص 8 الا ربع قاعد في البيت، ما هو اكيد ده صعب طبعا. يعني انا مش بتكلم على الشغل طبعا، لان الشغل ده حاجه ملهاش اي علاقه بال، ما ينفعش حد يتاخر عليه اصلا. يعني انا بتكلم بشكل عام، انت يبقى عندك ميعاد الساعه 8 والساعه 8 الا ربع انت لسه في سريرك وقاعد في... طب ازاي؟ طيب بعض الاطباء بيقولوا ان الناس اللي متعوده ان هي تضرب المواعيد وما بيفرقش عندهم اي حاجه، الناس دي فعلا رايقه وبيحافظوا فعلا على صحتهم، بيحافظوا على قلبهم فعلا، ما بيتوتروش. فانا مش عارف هم ازاي بيوصل يعني يقدروا يوصلوا لهذه المرحله عشان اوصل زيهم، لان انا بالنسبه لي المواعيد دي مواعيد. يعني انا اتذكر ان انا مره واحده في حياتي كلها اتاخرت عن ميعاد، في حياتي كلها اتاخرت عن ميعاد، وكان اول يوم ليا في مدينه الانتاج الاعلامي، كنت رايح اقابل مدير غرفه اخبار لاحدى القنوات، وكنا متفقين على ميعاد، كنت انا لسه ساكن جديد في الدقي، فما كنتش قدرت احسب المسافه كويس، فنزلت في ميعادي وانا في الطريق حصل حاجه فاتاخرت. فده اول يوم ليا ولسه رايح اقابل الراجل، واول يوم شغل طبعا. هيقول عني ايه وانا راجل مذيع؟ فالمذيع ايه غير انضباط ومواعيد يعني. ففي الطريق لما لقيت الدنيا باظت خالص، يعني خلاص يعني انا معادي جه وانا لسه في الطريق، اتصلت بيه، لا ما اعتذرتش، انا لسه بتصل بيه لقيته بيقول لي انا بعتذر جدا، انا جالي مشوار مهم جدا في 6 اكتوبر، فاضطريت اقعد من المدينه، خدمك خدمه كبيره جدا، فقدامي ساعه ونص ساعتين على ما ارجع. قلت له لا ولا يهمك، براحتك، انا في انتظار، انا في انتظار حضرتك، انا مستنيك براحتك خالص، انا مستنيك. فدي المره الوحيده بالمناسبه اللي حصل معايا هذا الموقف، لكن بشكل عام هدير انا من الناس الملتزمه. بالنسبه للناس بقى اللي مش ملتزمه معايا، تتعامل معاهم ازاي؟ بستنى لو يعني لو كانت خروجه او كده، بستنى هم ينزلوا الاول، ما انزلش من البيت لما اسمع كلاكس العربيه تحت البيت. انت عارف بقينا دايما مثلا نبقى في عزومه او حاجه، الميعاد الرسمي ده مش الميعاد اللي هتبتدي فيه العزومه، هم بيدوا للناس، احنا وصلنا للمرحله دي في عزومات كتير، بندي للناس ميعاد قبله بساعتين عشان عارفين الناس بتتاخر على مواعيدها. طب بس ده بيعك على الناس الملتزمه. بالظبط كده، فتلاقي بقى في صف ناس ملتزمين بتيجي بقى في ميعادها، يعني قبل صاحب المناسبه، قبل صاحب المناسبه تلاقيهم موجودين. صحيح. دي مشكله طبعا، مشكله كبيره. يعني انا دايما في تصوري ان الشخص المنضبط في مواعيده ده هو شخص اصلا منضبط في حياته، يعني حياته اصلا عارف ينظم حياته كويس قوي. المساله مش مساله مواعيد بس، المسألة مسألة إن هو عارف هو بيعمل إيه، بيحدد لنفسه كده خطة بيمشي عليها في حياته، في مواعيده، في دنيته، في مستقبله، في دراسته، في شغله. فالشخص دايما المنضبط في مواعيده ده أصلا شخص يعني زي ما بيقولوا كده ممكن نظبط عليه الساعة. شوف أنا أعتقد إنه الناس كلها تتمنى تبقى مواعيدها مظبوطة، لكن للأسف. صدقني أحيانا كتير بحس إنه في ناس عندها زحمة جامدة جدا في يومها،
ومسؤوليات كبيره برضو بتخليهم يتاخروا طول حياتها. ما هو ده السؤال. لا ما هو ما هي بقى الفكره. لا كمان انت بتتعامل مع الموقف ازاي يعني. احيانا تبقى انت عايز تصلح من ده، واحيانا انت خلاص بقيت شايف ان ده اسلوب حياتك. انا كده كده بروح الميعاد متاخر ساعه، انا كده كده عمري ما بوصل في ميعادي، فخلاص بتبقى عايش كل مواعيدك بتترحل، كل مواعيدك بتتاجل، وخلاص بتتاخد عنك انه انت بني ادم مش ملتزم في مواعيدك. عايزين نعرف من حضراتكم ملتزمين في مواعيدكم ولا لا، وبتتعاملوا ازاي مع الناس الغير ملتزمه بالمواعيد واللي دايما بتتاخر عليكم. ده سؤالنا، هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا. صباح الخير يا مصر.